انا بسوق اهو، تجي تسوق انت. ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقال الله يا ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم، احسن الجماعه دول عاملين زي القطط بسبع ارواح. فارس يا ابني، يا ابني معلش، يا ابني يا ابني يا ابني قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي. بتستنى استنى هاشم لما نسمعه. بعد اذنك يا هاشم بيه، خليه يكمل النهايه، نسمع هيقولوا ايه. قول يا متولي قول. بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني، لا مؤاخذه، عجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقول لمين يا متولي؟ للي يدفع. أنا مستعد أتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس إحنا كنا متفقين في الأول، والعقد شريعة المتعاقدين. حرام، ده كده حتى ربنا يحاسبنا على النعمة اللي إحنا بنرفصها برجلينا. الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وأنفاق. وعشان إيه ده كله؟ عشان إحنا بينا اتفاق، وإحنا مش عيال، أو على الأقل أنا مش عيل. يلا فارس مش قادر بسرعة. معلش معلش خليك معايا شوية. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي، زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق، لو زين مات الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من راي سيادتك يا هاشم بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زين يا متولي بصراحه ربنا كده حاسس ان ملوش علاقه بالشغل. ما تجيب من الاخر. انا ما فيش اي حاجه ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ أنا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل أذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا، ده شيطان ودخل ما بيننا. استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. أنت مش بدأت؟ خلاص؟ ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي ايه، الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. والله هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟
طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره يا ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. صح جدا. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلك عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح. فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح. والله انت بتقول كلام شديد. صح؟ نخش جوه صح؟ يلا يا حبيبي. يلا. وحياتك حلفك بالغالي. اه ايه؟ ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة. وحشتني لمتهم. ضاع دي في خلال 10 دقايق متخزنه في المخزن، مش عايز اي ملاحظ على اي حاجه. يلا اتفضلوا. واضح انهم كتير قوي يا يوسف. احنا مش هينفع نعمل العمليه دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد اني في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصه عمرنا يا اكرم. اكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. انا مش ببيعك، بس احنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجه. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. احنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجه. اسمع الكلام. بقول لك ايه، البضاعه هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها، هيشوفونا بالمسدسات والقوى اللي معانا هيتهدوا. وافرض ما تهدتوش بقى. سيبها لله، كله على الله. عليك يبوز يا حبيبتي. مش عارف اقول لك. ما ينفعش انا اهدى حبيبتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وانت الوحيده اللي ضربه بوز ده. انا ما قلتش اني مش مبسوطه، انا بقول ان الفتره اللي جايه دي مش هبقى مبسوطه. وانت عارف ليه يا شريف؟ انا ما بشوفكش خالص بنتي. انا هاخد اجازه اتفقت عليها، خلاص هنبقى مع بعض. اجازه؟ ما خدتش اجازه وانت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وانت شايل الشغل كله؟ ايه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو. كل حكايه انه قلقان بس لحسن لو لا قدر الله حصل حاجه العيله ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده. بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الاجازه قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا. يعني سافري فين؟ سافري فين يا حبيبتي؟ انت في اول الحمل، خطر خطر عليك يا حبيبتي. طيب هتجيب لي هديه ايه بقى بالمناسبه دي؟ كله نازل سلاحه. فتش لي يا ابن الكراتين دي. خير يا بهوت؟ فين؟ خير؟ ما الخير كتير اهو الحمد لله. اتجارة الاوضات المنزليه بقت ممنوعه دلوقتي. انت هتستعبط يروح امك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك اذن نيابه؟ اهو يا حالتها. طب لو مؤاخذه يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضاره القرايه. فتش يا ابن الكراتين دي. مع اني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخلص يلا. مفيش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ ايه مفيش سلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ الله يوسف، يلا رجاله. طب ايه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضيه؟ طب طقم شاي بقى وانتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا رحمك. ولا بلغ اللي مشغلك ان وحياه امي ما هسيبه. توصل بألف سلامه يا باشا. كمل يا ابني شغل انت. هو الو كويس انت غلط المكان. لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس اول ما العربيه تدخل المخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلا. ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سلفي.